شهد العميد فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة بحضور السيد عبد الله إبراهيم عبد اللطيف رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية الفعالية التي أقامتها الأكاديمية في حديقة خليفة الكبرى بالمحافظة الجنوبية، حيث تحت شعار نغرسها في حب البحرين بمشاركة منتسبي الأكاديمية وعوائلهم. وتأتي هذه الفعالية بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وتجاوبا مع مبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي دمتي خضراء. وبهذه المناسبة أكد آمر الأكاديمية الملكية للشرطة حرص الأكاديمية على مشاركة منتسبها وعوائلهم في مثل هذه الفعاليات إيمانا منها بأهمية دور الأسرة في تنمية الحس الوطني.